رامي الكثيف والكلداني الكثيف بالمنطقة. نعم. هلا في ناس يمكن انا بعتذر يعني قد ما فيني بدي بسط، اوكي؟ يمكن في ناس يمكن ما عم بيفهموا 100% الكلام اللي عم بقوله انا شو معناتها هيدا. اللي ما بيعرف بلاد العراق القديمة حوالي سنة 1600 اجى شعب بنسميه شعب الكسيت الكوشيين، الشعب الكوشي. وهيدا شعب هندو اوروبي اجى على العراق، وسط العراق القديم وجنوب العراق، واستولى عليها وبقي حوالي 400 سنه. ولكن بعد شوي رح نشوف وقت اجوا الاراميين والكلدان وسيطروا على المنطقه وفرضوا حالهم على المنطقه، وفيما بعد فرضوا اللغه على المنطقه، رح نشوف انه بالفعل المنطقه صارت اراميه. لانه وقت بنقرا هالوثائق هالرسائل هيدي ما بنلاقي ولا اسم هندو اوروبي، بنلاقي الاسماء كلياتها اسماء شرقيه، اسماء اراميه. وبتحكي عن القبائل الاراميه. مثلا قديش في من اخوتنا السريان يلي ما بيعرفوا تاريخ، او يلي مره وحده حضر محاضره ولا كتاب ويعني وبيردوا علينا وبعدهم لحديت هلا بيقولوا لنا انه كلمه ارامي هي كلمه اوجدوها اليهود بتعني الوثني، بيخترعوا لها اسم. اخت مايا، هلا هيدا الكتاب 730 سنة، الأرشيف عمره 730 سنة قبل المسيح، يعني حوالي 100 سنة أقدم من التوراة. التوراة كتب سنة 600 تقريبا. بس التسمية الآرامية مش موجودة بس بهالنصوص هيدي. التسمية الآرامية موجودة قبل التوراة ب 500 سنة. فغير صحيح انه التوراة ودليل عليها هذا الشيء. طبعا هيدا رح نكمل يعني هيدا هيدي الرساله باللغه الاكاديه. الترجمه تبعيتها لوح مسماري. اوكي لوح مسماري واضح. يعني فيها الكاميرا تاخذوها فيها بهالنصوص في عنا بلاد ارام. في عنا قبل شوي سالتيني اذا على الخريطه اذا فينا نفرجي بس لحتى السرياني الغيور يتابع. اوكي في عنا اللي ما بيعرف بعد، في عنا بلاد ارام يلي هي سوريا. في عنا بيت نهرين يلي هي الجزيره. ارام نهرين. وفي عنا فيما بعد في عنا بيت اوروموي، بيت اوروموي يلي هي جنوب ووسط العراق. والاخوان ما يفكروا انه هيدي نظريه، النص موجود 730 سنه، وفي عنا نصوص اكاديه اقدم استخدموها الملوك الاشوريين، وردت فيها تسميه بيت ارام. نعم، رح نتابع كمان ملفون وهاجي بعد ما ناخذ الاتصال. مساء الخير، مين معنا؟ مساء الخير، مين معنا؟ جهينة المالكي. جهينة المالكي، اهلا وسهلا، تفضلي. الله يسلمك، شكرا. مش غلط السريوي ولا كده، اذا كده عاوز السريوي ولا لا؟ خد. طبعا مش غلط عمو وحرد بربندي داخ يعني. ملفونه هاري كيفه؟ ملفونه عمي ملفونه تبعو مش غلط. شلومه ملفونه؟ شلومه؟ هوخا يعني ملفونه وكتلخ هوخا يعني فهميات وغلبه، بس قايل لك مشغول السريوي اول نقد هانه ايلوخ يعني لازم مشغول السريوي لو كنت كيت نوتي مشغول سريوي وما الفونوك مشغول سريوي وكثو بونويا فقود غلبه طو غلبه طو تمام. بعدين انا كمان كتله تعليق اخر. يعني كتله اغال ايوان اجاندي بالمرتدى كومر بس ثاني مول انا وقاتل لانه انا يوتا سريتلا يعني كافي دموت اونو سريويو اونو كالدويو اونو اراو يعني لابتو شطارة حاد موحي وغلب وحلوني تاني برنامج اونو كوحضر الله ايراق يعني هانو وكبعوتو فرشوني استموتو بيدعمو يعني اونو هاو غاكو حزيونو يلا اعمو اشمو هاوي عام حدودي من ناحية كالدويو ولا سريويو
ولا يعني ما تنحولوا كدول سيولة حالة ولا تقوموا في طريقتنا أبدا على محدودة. فأين حماقة محلولة؟ وهنا نظر محلولة كمون التي هو مشكلة يعني اوعى مضاعر العدودة هاتوا لو سيموتوا ماخد كمي فرشونية وهوقع مدون كات يعني من أخذ أن حزاب كل سيمي أن حزاب كل سمي هوقة يعني لما صار حدث سيوطى عن قيم الأخلاقية وقيم دو حزب فلو سميتوا مدير فأخذ كمي بو عربي كل اللي شوني أتمنى 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 وأنه شيء كل تروش معي احنا أزموحة وعباطفها وكل مدحة وجسدها فكافي دمينا انه هانو كالدوية وهانو 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 هات منكم ما تعروح اخ جهينة حوثو جهينة هات منكم ما تعروح اخ سريايتو سريايتو انا اوكي بس هو اصلي لا تفوضوا يعني لا تفوضوا انا قد حوثو جهينة يعني انا قد اعدو مرلخ انو سريايتو انو لا تفوضوا لو انا بولا يدي انا هاويونو سريايتو انا بس بالاصل منه انا ما زال حاجه انا بالاصل ولا اوكي ولا يبخ مكلت ولا يبقى اينو شد نوكر طيب تودي غلبة تودي غلبة يا اعدو قوم الفونو قوم الفونو رقم على طول على البرنامج لان كيما مش سكينة على القليل يا تودي غلبة واعدو قوم الفونو جمجاوب على تودي سوري نعم تفضل ما رح نطول كثير عم بتقول نحن دم واحد نحن شعب لا هي واحد. عم تقول انتم ليش عم تفرقوا الناس من بعضها الناس او الشعب نحن كلنا شعب واحد ودم طبعاً. واحد انتم ليش عم تقولوا انا صاري. انا كذا وانت كذا ما بعرف نحن ما عم نقول انا كذا وانت كذا هذا شيء غير صحيح نحن عم نقول نحن سريان اراميين اوكي مش بس نحن كل مسيحية الشرق جذور سريانية آرامية إذا بتفهم علي خليها تفهم نحن ما عنا خلاص إلا بوحدتنا ووحدتنا مش ما رح تكون حزبية ما رح تكون مصلحة الشيء الوحيد اللي بوحدنا هو التاريخ الأكاديمي ما في غير شيء لا كمان نحن حابين نقول إنه نحن هون مو لحتى ندور على الخلافات والاختلافات بين الشعب الواحد إنما نحن عم نحكي عن التاريخ تاريخ السوريان الآراميين اللي انتشر في مناطق سوريا وبلاد الشام وبلاد ما بين النهرين وما يسمى تركيا حاليا نحن عم نحكي تاريخ ومنا جريمة إذا نحن نحكي تاريخ القصد أبدا ما هو تفرقة الشعب أو زرع الحساسية بين الشعب على كل لكل إنسان رأيه نحن نحترم كل إنسان يتصل ويعطي برأيه تفضل اوكي كمان في اتصال ثاني مساء الخير مين معنا شلومو معي عم خليها اسملك بشينو الو بشينو فخود فخود كيفك استاذ هري الحمد لله هري عرفني الياس ملكي تفضل كنا مع بعض بيروت بالصيفية كنتوا مع بعض ببيروت بالصيفية اوكي عجز رحمي عرفني ايه هلا عرفتك سوري كيفك استاذ؟ اهلين يا اهلين يا هلا يعني كثير حلو توضيحاتك عن التاريخ وقليلين هيك اشخاص يعني يحكوا التاريخ يعني كثير حلو عم يعني يحكيه وشي بصوله يعني ودقيق يعني عن الاشياء اللي يقولها ملفونو هري انا بعرفه يعني ما يحب لا يزود ولا ينقص نحكي عربي لان سرياني ما يعرف كثير ملفونو هري عشان يفهم شو عم نحكي نعم بس حابب اسلم عليك كمان كثير السلام هيك بس يعني بس لهم اشتاق انا بعتذر منك وقت لي اسمك لانه بعرف شخص تاني كمان اسمه الياس ملكي وبيعز علي بعتذر ايه اوكي عرفني ايه طبعا 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 عكولا شكرا لتليفونك والله الله يقويك ميرسي يعني غلبة تحرسه وحليته خوفه تحرير صوته يعني كنت يقي مسي تودي مالفونو الياس ملكي يعطيك العافيه لك مطولين عليكم اهلا وسهلا بشينو تودي الو عمخ اوكي فاذا حكينا على كول على الارشيف انه معلوماتنا نحن عم نغذها من الارشيف بس اذا بتسمحي لي بدي اقول شغله وحده معلش مع انه ما لها كثير علاقه بالموضوع مباشره بس بدي اقولها لانه في ناس عم يتابعوا الابحاث اللي عم بكتبها في ناس عم يتابعوها شوفي اخت مايا هيدي ارام نهرين اوكي الموضوع له علاقه الاشوريين
استولوا على آرام نهرين تقريبا 800